باشرت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في صلاح الدين تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لبيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية للمواطنين للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية للأسرة، لتكون المبادرة داعمة لأصحاب الدخل المحدود. اليوم بدأنا مبادرة السيد رئيس الوزراء وبإشراف معالي وزير التجارة بتسيير شاحنات صغيرة في مدينة تكريت لغرض توزيع المفردات الغذائية بأسعار تنافسية دعما للسوق والحفاظ على الأسعار عند صعودها في الأسواق. حقيقة اليوم وزارة التجارة هي داعمة للأسواق وداعمة للمواطن. المواد التي تم توزيعها من قبل وزارة التجارة مادة الطحين ومادة البيض ومادة الدجاج، وبالإضافة إلى مادة السكر والزيت والمعجون، مبادرة كبيرة من السيد رئيس الوزراء وبإشراف معالي وزير التجارة. وزارة التجارة تسعى دائما إلى استقرار في الأسواق المحلية ودعما للمواطن وخصوصا الطبقة الفقيرة.